كل إنسان حر، لن يكون حراً إلا إذا شعر بمآسي المستضعفين تحت أي سماء كانوا. كل إنسان حر لن يكون حراً إلا إذا تألم لمآسي المظلومين في أي أرض كانوا. كل إنسان حر لن يكون حراً إلا إذا تعاطف وتضامن وساعد وعاون المستضعفين تحت أي سماء أو أرض كانوا، أو فوق أي أرض كانوا. هذا هو الإنسان الحر. الإنسان الحر يقف مع المظلومين، يقف مع الأحرار ويقف مع المستضعفين. المستضعفين حتى ولم يكونوا أحرار، لأن المستضعف قد لا يكون حرا من العبودية اللي عاشها أو الظلم، أو قد لا يكون حرا، قد لا يكون حر في نفسه في تفكيره. إذن الحر ما يميزش ما بين مظلوم ومظلوم. إذا كنت مع الحراك فأنت تطالب في الحرية، فلا يمكن أن تكون مع الحراك وتطالب بالحرية ولا تطالب بحرية الفلسطينيين اللي هم تحت اضطهاد وقهر وقمع صهيوني يزيد عن 70 عام، الآن يقترب من 80 عام. وإذا كنت تزعم أنك محب لفلسطين ومناصر لفلسطين وأنت مع فلسطين ظالمة أو مظلومة كما تقول الدعاية البائسة الرسمية، فلا يعقل أن تكون متضامن مع فلسطين ومع ضحايا فلسطين والمظلومين في فلسطين والمستضعفين، ولا تكون مع إخوانك اللي وصل به الحد بهذه العصابة إلى أنها اغتصبت بعض الرجال وتتحرش برجال وتسجن النساء والرجال. لا يعقل أن تزعم أنك حر وأنك مع فلسطين وأنت لست مع بني، مش بنقولش بني بشرتك، مع جيرانك، ربما مع إخوانك في البيت اللي راهم يخرجون الحراك واللي بعض منهم سجن وانت راك ضد الحراك، وتقول راك مع فلسطين. الزعم من أنك مع فلسطين وأنت ضد الحراك لا يمشي، لا يعقل أن تكون مع فلسطين. اللي يقول أنا مع فلسطين وهو ضد الحراك، ضد الحرية، ضد الكرامة الإنسانية في الجزائر، فهو كاذب. واللي يقول أنا مع الحراك ولكنني ضد فلسطين وليذبحهم اليهود وليدمرهم اليهود، فهو كاذب. لأنه لا يعقل أن يكون حر ويريد الحرية لنفسه ولكن يريد الاستعباد للآخرين. هناك خلل من الجانبين، في الحقيقة هناك خلل من الجانبين. الحمد لله هذه قلة، قلة قليلة جدا، لأن الأحرار هم مع فلسطين ومن باب أولى هم مع الحراك، لأن الحراك هو ليس حراك هكذا، الحراك هو الحرية، الحراك هو الكرامة، الحراك هو أن تجد عمل، الحراك هو أن لا تدفع من شرفك، الحراك هو أن لا يأكلوا لك أموالك، الحراك هو أن تذهب إلى القاضي وما يكونش تليفون هو اللي يجيه، الحراك هو أن تكون الحريات وتكون الحقوق وتكون دولة القانون، الحراك هو أن يذهب الجنرالات إلى ثكناتهم، موش يخربوا البلاد وينهبوا البلاد ويعبثوا بالبلاد. الحراك هو أن الناس كل واحد يدي حقه، الحراك لا يجوع الناس في هذه البلاد الغنية، الحراك لا يفقر الناس في هذه البلاد الغنية. هذا هو الحراك. حراك راه مش كلام هكذا أو مانيش عارف، وكل الأكاذيب اللي نشرتها العصابة. إذا هذه برك باش نحل واحد المرات واحد الخصومة اللي هما يقول لك فو بروبليم. لا يمكن أن تكون حراكي حقيقي وأنت ضد حرية شعوب آخرين خاصة فلسطين، ولا يمكن أن تكون مدافع عن فلسطين بحق وتزعم ذلك وأنت ضد الحرية في وطنك وأنت ضد دولة مدنية مصدرها الشعب. لا يمكن، هناك خلل. ولذلك أنا قلت لما أشرت لموضوع بديت في تويتر شكرت فيه الأخ محرز، لكن طبعا الذباب يدخل كالعادة، يدخل قلت له مليح جيد جميل، لأنه من القلة حقيقة من هذه المشاهير اللي تعاطف مع فلسطين، نعمة ما فعل، لكن لا يعقل أيضا أن تتعاطف مع فلسطين ولا تتعاطف مع إخوانك. خلينا نشوف واحد يحترمه الجزائريون جميعا وش رأيه في الموضوع هذا. هنشوفوها.
باش برك ما يقولكش واحد آه هاك تشوف، لأن درك كي نوري لكم هذا السيد لن يشكك أحدا في إخلاصه للوطن. ربما هذا الشخص ليحظى بإجماع الجزائري، بإجماع الجزائري على أنه إنسان يحب البلاد، وعلى أنه إنسان أخرج الفريق الوطني من لا شيء وجعله جعله وجه، وأنه أعاد له اللحمة بعد أن تم تكسيره إلى آخره. هو بالماضي طبعا هذا هو المدرب الوطني، وما زال المدرب الوطني، وإن كان الإمارات راهي تلعب له الآن باش تكسره يعني. والعصابة مكنوا عميلها هذا عمارة اللي هو بشي اللي راه هو رئيس الفاف الآن، واضطر أن عمارة هذاك بعد الضغوطات يلتقي بالماضي في قطر في الدوحة قبل أسبوعين وحاول يرونجي معه، لكن لا أعتقد أن الأمور راح تمشي، لأن هناك انكومباتيبيليتي ما بين شخصيتين، ما بين إنسان محب لوطنه ويقوم بعمله بأفضل ما يكون، وما بين عميل للإماراتيين يهمه النهب ونهب المال إلى آخره. هذا بالماضي هنا عاشق ريز أدميراتيف، محب للحراك، ويقول أنه غير الصورة النمطية على الجزائري، وأن 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 آه. وهذا ما يجيش واحد يقولنا من ذباب، والله هذه آه ذيك، والله كما يقول تبون الحراك الأصيل يعني تاع مارس 2019 لطيح بوتفليقة فقط، هما كانوا ضده بالمناسبة في البداية، لا هذه في أكتوبر 2019.